يوم 1 اكتوبر حضراتكم في تقريبا 23 مليون طالب وطالبه في التعليم الاساسي نازلين يروحوا المدرسه ويرجعوا من المدرسه، ده غير مليون تقريبا او اكتر من مليون و300 الف معلم نازلين رايحين المدرسه وهيرجعوا من المدرسه، ده غير الموظفين والاداريين اللي هم 27 مديريه بتاعتهم 276 اداره تعليميه، كل الادارات ده بحضراتكم 40% من الجهاز الاداري حضرتك في من الدوله المصريه موجودين في مجال التعليم ويمكن اكتر. فانت عندك حاله طوارئ غير طبيعيه يوم 1 اكتوبر اللي هو كمان كام يوم. ربنا يحفظ بلدنا وربنا يحفظ اولادنا وربنا ان شاء الله يوفقنا بان احنا نعلمهم صح ونخليهم يبقوا متماشيين مع ويبقى في تواكب مع حضرتك التطور في التعليم في كل دول العالم اللي هم سبقونا بشكل كبير جدا. ربنا يوفق الدولة المصرية في ان هي تطلع جيل جديد فعلا متعلم بشكل قوي، مش بيحفظ وخلاص وياخد الشهادة ويحطها عنده في الدرج وخلاص، لا يتعلم ويفهم ويستوعب عشان يقدر يبتكر عشان يعرف يبقى عنده فرصة عمل افضل. ضيفي اللي منورني في الاستوديو ونتكلم حوالين هذا الموضوع وخاصة ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى وزير التعليم الجديد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امس، كان في توجيهات من الرئيس في هذا الاتجاه في العام الدراسي 2022-2023. ضيفي اللي منورني في الاستوديو الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج والتربية في عين شمس. مساء الخير يا فندم، منورنا حضرتك. مساء الخير، وحشتنا بقالنا كتير ما شفناكش. لا الحقيقه انا سعيد جدا بالمقدمه اللي حضرتك قلتها، لان انت سيادتك اشرت الى فكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء انسان جديد للجمهوريه الجديده، انسان يفكر، يعلل، يبدي رايه، يفسر، يحترم ثقافات الشعوب، ينقد، انسان بيعيش في مجتمع ديمقراطي له راي وله رؤيه. الرئيس اكد على ان التعليم الذكي اللي هو بينقل المتعلم الى المستقبل، اللي هو بيربط بيمهن المتعلم لسوق العمل المتغيره ويسلحه بالمهارات والقدرات. هذا انتهى عصر الشهادات والرخص والحصول على مؤهل. التعليم مش للحصول على مؤهل، التعليم لصناعه انسان جديد، انسان مهني يمتلك مهارات وقدرات تسمح له بالنجاح في سوق العمل. هنخش واحده واحده يا دكتور. انا عندي الحمد لله وقت كافي مع حضرتك النهارده، فاستحملني شويه. اتفضل. بعد اذنك يعني. انا في المقدمه حضرتك اللي هي قبل اللقاء مع حضرتك كنت بتكلم انه من ضمن هذا اللقاء الهام لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان في التصريح حضرتك من رئاسة الجمهورية ووجه الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان. تعليق حضرتك. هو السيد الرئيس مهتم بالإنسان المصري منذ نعومة أظفاره، من كيجي 1 كيجي 2 مرحلة ابتدائية، وصلنا بالتطوير لغاية الصف الخامس الابتدائي. الدكتور رضا حجازي بيعكس بأمانة وصدق فكر السيد الرئيس في إحداث توازن بين الحفاظ على مسير التطوير التعليمي المتنامية من رياض الأطفال إلى نهاية التعليم الجامعي ونهاية المرحلة الثانوية، وأخذ ملاحظات الآباء والأمهات في الاعتبار، بحيث أن يبقى فيه، لأن وزير التكنوقراط بيراعي الجانب السياسي، فزي ما توجهات السيد الرئيس ان لابد من حوار مجتمعي قبل اصدار قرار، لابد من ان الناس تستريح، الناس تحس بالامن والامان. يا اذا الدكتور طارق شوقي، الدكتور رضا حجازي هو امتداد للدكتور طارق شوقي، وشكرنا وتقديرنا للدكتور طارق شوقي اللي تحمل تبعات كثيره جدا في بدايه المشوار ولاقى من العنت والتشبث بالماضي ما يكفي. ده حقيقي حضرتك، وده اللي جاء في يعني هذا اللقاء، كما وجه الرئيس بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم،
مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم. تمام، هو السيد الرئيس أما بيبص للمتعلمين هدفه الأساسي أن ينتقي من هؤلاء المتعلمين المبدعين والمبتكرين في الرياضة وفي العلوم وفي الفنون وفي كل مناحي الحياة، لأن دول المصابيح اللي بتنير المستقبل، دول اللي بيصنعوا المستقبل بكفاءة واقتدار. ولذلك كان لابد من أن أي قرار بيتخذ الوزير لابد أن يسبقه حوار مجتمعي عن طريق الإعلام، عن طريق الصحافة، عن طريق التلفزيون، عن طريق اللقاءات، عن طريق مجلس الشورى، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كل هذا الحوار بيشير إلى أن ينشر الوعي اللي هو الارتفاع بمستوى الوعي لدى أولياء الأمور بأن تطوير التعليم لمصلحة الطالب، أن يتعلم لغة إنجليزية، أن يتعلم التفكير، أن يبقى عنده قدرة على امتلاك مهنة، أن يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للحياة ولسوق العمل. ده هو التعليم، دكتور. مش التعليم ولذلك دكتور حسن، دون أنا آسف بدون قطع كلام، حضرتك جد؟ جد، أنا جد. جد حضرتك، عندك يعني أحفادك عندهم كم سنة؟ أحفادي لسه عندهم شهور. شهور؟ مفيش حاجة مثلا في يعني؟ لا أنا ما أنا عايش سنتين ثلاثة أنا خمسة. عايش أنا حضرتك عايش. الجيل الجديد، أنا عايز أقول إيه؟ إنه الأجيال الجديدة بيستخدموا التكنولوجيا أحسن من جيل حضرتك وجيل أبويا. العالم على أطراف الأصابع، بيستخدموا التكنولوجيا وهم عندهم سنتين وخمس سنين أفضل مني 500 مرة وأفضل من حضرتك طبعًا، طبعًا مع كل الاحترام لسيادتك. لا طبعًا، يعني قصدي إنه الجيل الجديد ليه أدوات جديدة لازم إن إحنا نعلمهم وندربهم عليها بشكل قوي. إحنا عايشين في العصر الرقمي. العصر الرقمي معناه التعليم الذكي. التعليم الذكي معناه التعليم القائم على التقنيات الحديثة. العالم على أطراف أصابع الأطفال، بيقدر يستخدم التابلت، بيستخدم الكمبيوتر، بيستخدم كل الألعاب الابليكيشن بتاعت الموبايل بكل أشكالها، بكل إمكاناتها وتطبيقاتها. فده بيسمح للمتعلم أن يتواصل عبر الأمم والشعوب، عبر الأجيال، بيلتقي مع زملائه، بيبتدي. إحنا في عصر اللي هو الثقافة بتاعتنا بتتطور بسرعة، الأفكار بتتطور بسرعة، لأن في تلاقح بيننا وبين العالم كله. ولذلك أصبح القراءة الإنترنتية والتواصل الإنترنتي أفضل من القراءة الورقية، لأن القراءة الإنترنتية بتاخد أكتر من رأي وأكتر من فكر. القراءة الورقية رأي واحد وفكر واحد. انتهى عصر الرأي الواحد والفكر الواحد. يعني التعدد والتنوع مصدر ثراء، مصدر ثراء للإنسان. إنسان بيمتلك تشكيلة من الأفكار، بيمتلك قدرات عقلية عليا، بيمتلك القدرة على أن هو يعني يحترم الآخر ويحترم الرأي القبول، يقبل الآخر ويحترمه ويبتدي يضيف على ما تركه الآخرون. فده كله ده إنسان جديد، إنسان انتقل من ثقافة الإيداع لثقافة التفكير. هنا مش إنسان جديد، هو إنسان مواكب التطور. ده اللي الرئيس قاله، لأنه في الآخر حضرتك الطفل ده لو أنا علمته بالطريقة القديمة مش هيلاقي بعد كده وظائف في المستقبل، لأن الوظائف كلها بتتطلب دلوقتي أنك أنت تبتدي تتعلم على التابلت اللي أنت بعض اللغات الأجنبية كانوا بيتكلموا عنه، والتكنولوجيا المتقدمة وامتلاك مهارات العصر الرقمي. أما تصدق تبص دلوقتي، أما الرئيس عمل نقلة نوعية في التعليم الجامعي، ووجدنا الدكتور أيمن عاشور بيفتتح الجامعات الـ 12 جامعة أهلية وأربع جامعات تكنولوجية، جامعات عالمية على أرض مصرية، بتقدم 52 برنامج عالمي دولي بيمهن زي ما حضرتك قلت لمهن المستقبل، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا في الزراعة، التكنولوجيا في الصناعة، التكنولوجيا في الحياة اليومية. كل دي أمور مهمة جدا، إن المتعلم أصبح الآن، إحنا الآن بنقدم تعليم جديد لإنسان جديد. هذا الإنسان انتهى عصر الحفظ والاستظهار، انتهى عصر تخزين المعلومات، انتهى عصر اكترار المعلومات،
احنا بننتج المعرفة وليس نستهلك المعرفة، بننقد المعرفة مش بننقل المعرفة. احنا في العصر الجديد في ضوء هذا الزخم وهذا الثراء في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وهذا الاهتمام القيادة السياسية ببناء انسان بعد بناء العمران بدأ من 4 سنين في بناء الانسان وسخر ليه كل، لما تشوف رئيس جمهورية بيقعد يناقش الوزير ورئيس الوزراء في التعليم قبل بداية العام الدراسي، ده اشعار بان التعليم اولوية اولى، اشعار بان الانسان المتعلم ده مهم، اشعار بان الرئيس عاوز يقول نبض الشارع عندي. خد بالك لازم حوار مجتمع، خد بالك يسر على الناس دي، خد بالك ما تختزلش تطوير التعليم، لان تطوير التعليم ده هو بناء مجتمع وبناء جمهورية جديدة وبناء انسان جديد لا رجعة فيه. خلي ده بالك قرار ده رجعة فيه. من ضمن اللي خلي بالك من فخامة الرئيس، خلي بالك زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ لاكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعليم وتكون ثقافة جديدة تتخطى الموروث القديم في اختزال التعليم في الحصول على الشهادة فقط. تمام، هو ده النقلة النوعية اللي الرئيس دعا إليها وقال إن لابد نترك تخزين المعلومات واكترار المعلومات في ورقة الامتحان وإن احنا نهتم في الامتحانات بتاعتنا بفرز المتعلمين لننتقي أفضل العناصر حسب القدرات العقلية والمهارات العقلية اللي يصلحوا إن هم يبقوا قادة المستقبل، إن هم ينقلوا مصر إلى المستقبل، لأن التعليم هو بوابة مصر للألفية الثالثة. فهنا إحنا بنرد بناء، أنا شفت تصريح لسيادة الوزير الجديد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا، دكتور رضا حجازي، إنه لا التابلت حضرتك إحنا مستمرين بيه، لأن ده حضرتك مش حكاية إن أنا بعمل محتوى جوه لا ده لازم انا اعود زي ما الطفل اللي قاعد في البيت، انا بتكلم بالنيابه عنه يعني، او يعني انه ان الطفل اساسا ابنك وولادك في كل محافظات مصر في الصعيد مهما كان المستوى الاجتماعي بتاعك، ابنك حضرتك بيستخدم الموبايل والابليكيشن افضل منك خلاص. ما حضرتك ما تقارن الكتاب المدرسي بالتابلت تجد فرق بين التاخر والتقدم، ان الكتاب المدرسي راي واحد وفكر واحد معلومات تيكاوي سندوتشات، لكن لما تبص بقى التابلت وبخش على بنك المعرفة أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط متاح لجميع المصريين بالرقم القومي بيستطيع ان هو يجد اراء متعددة في القضية الواحدة، يجد الرأي والرأي الاخر، يجد الادلة والبراهين، يجد التفسيرات، يجد التعليلات، فيبتدي يتنور، يبقى انسان متنور، انسان بيستطيع ان هو يحترم الاخر ويحترم الرأي الاخر ويتقبل الرأي الاخر، انسان يستطيع يفسر او يعلل ويبدي رأيه، كل دي قدرات عقلية عليا، هو ده الانسان، ده للحياة مش للتعليم الجامعي بس، للحياة، لان الحياة الديمقراطية اللي احنا بنعيشها الان لابد يبقى فيها الرأي والرأي الاخر. تمام. الحياة الديمقراطية لابد فيها احترام الانسان، لابد يبقى فيها احترام ثقافات الشعوب، لابد يبقى فيها قبول الاخر، لابد يبقى فيها الميزة بين انسان وانسان قدرته على استخدام عقله وليس مكانته الاجتماعية او ارثه او تاريخه اللي بيفتخر باجتهادك وجدك لا بابيك وجدك. ده الرئيس بيحط لنا برنامج عمل للمستقبل لصناعة انسان جديد للجمهورية الجديدة. جاء في هذا اللقاء ايضا حضرتك انه الاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الاساسي للعملية التعليمية، ده على لسان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع انتقاء 1000 معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهلهم على اعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين. تعليق حضرتك على هذا الرئيس. الرئيس عارف ان تطوير التعليم بيبنى على اكتاف المعلمين، وان المعلم هو المتخذ قرار، والمعلم هو الواقف على خطوط الانتاج البشري، الواقف في الفصول مزارع الفكر البشري، الانسان ده الصانع، صانع العبقرية وصانع المجد لابناء الامة المصرية، ولذلك كان لابد من المعلمون اولا، ده مشروع المعلمون اولا،
تم تدريب المعلمين في أكاديمية المعلمين في مدينة أكتوبر، تم تطوير تدريب المعلمين يتآنى مع تطوير المناهج، لأن لا مناهج جديدة بدون أن يكون المعلم قادرا على تنفيذ هذه المناهج في أرض الواقع. تحويل هذا الكلام على الورق إلى حياة، يحوله إلى حياة عن طريق الأنشطة وعن طريق التكنولوجيا المتقدمة وعن طريق احترام الإنسان والتعامل مع التعليم المدمج، انه بيتعلم عبر منصات حصص مصر ومدرستنا واحد ومدرستنا اثنين وثلاثة، ويتعلم وجها لوجه، فبيجمع الاثنين. ولذلك الدكتور حجازي ترجم هذا الفكر الجديد للسيد الرئيس بأن المدرسة اليوم الدراسي يبقى فيه حصتين بننقل فيها الفيديوهات والبرمجيات من مدرستنا واحد واثنين وثلاثة ومنصات حصص مصر إلى الفصل، يبتدي يشاهدوا ويشوفوا جميع الفصول المواد دي الدراسية بيقدمها مشاهير من المقدمين للبرامج دي، وبعدين بعد كده يبتدي المدرسين يناقشوا المعلمين كمعلمين، يناقشوا الطلاب في ما شاهدوه وفي ما استمعوا ليه. يبقى بيشاهد وبيستخدم حواسه في الرؤية وفي الاستماع وبعدين في الحوار والنقاش بيثبت المعلومات. يبقى انت هنا مش محتاج مدرس خصوصي، ده انت طلعت من المدرسة وانت مستوعب وانت عندك فكر ناقد وفكر ابداعي وعرفت اراء متعددة في القضية الواحدة. يبقى انت هنا مش محتاج واحد يقعد يلقنك معلومات، خاصة ان الامتحان بيقيس المهارات العقلية العليا، ما بيقيس قدرتك على الحفظ والاستظهار. انتهى هذا العصر. اذا ترجمة فكر الرئيس الى حياة. اما الدكتور رضا حجازي يقول ان في مجموعات للتحسين وللتطوير داخل المدرسه باجور زهيده بيقوم بها معلمين اكفاء بيختارهم المتعلمين في اوقات غير وقت العمل الرسمي، ده معناه ان يبتدي الدروس الخصوصيه وداعا للدروس الخصوصيه. احنا مش هنقول وداعا 100% لكن 50%. اما نجد ان في خط ساخن بين المدرسة وبين أولياء الأمور، يبلغوا أولياء الأمور بغيابات التلاميذ كل يوم، معناه أن في ثقة تعود بين البيت والمدرسة. إعادة الثقة بين البيت والمدرسة نتيجة لأن المدرسة بتقوم بدورها التعليمي ودورها التربوي ودورها في التوعية وفي إناء هذا الإنسان. تعرف يا دكتور، بدون أعطي كلامك، أنا آسف، حضرتك في كلامك دلوقتي وضحت لي أنه مثلا بعض من أقاربي في أولى ثانوي وتانية ثانوي كنا دايماً يعني أقاربي يعني يرجع من المدرسة ما بيذاكرش، لأنه already هو فهم هناك. أنت وضحت لي أنك أنت ما بيروحش كتابة ما يعرفش إيه، احفظ الجملتين دول، احفظ النظرية دي وخلاص. لا، هو حضرتك وانت قاعد في الفصل في نقاش ما بينك زي ما حضرتك رشاه، حوار ما بين المعلم بتاعه المتعلم وما بين الطلاب، زي ما حضرتك بتقول بيعرض بعض الافلام، بيعرض بعض الافكار، وبعدين يبقى في نقاش وحوار ما بين المدرس وما بين يثبت المعلومه عند مخ الطالب اللي هيرجع البيت يرتاح. مش محتاج بقى ولا محتاج دروس خصوصيه، وفعلا ما كانش بياخد دروس خصوصيه. في حب اجتماعي في البيت، في دفء اسري في البيت، في ان هو المدرسه للتعليم والبيت للراحه. يبقى في تنظيم للمؤسسات، المؤسسه اللي بتقوم بالتعليم بتعلم، والمؤسسه اللي بتقوم برعايه القيم والاخلاقيات في البيت بتقوم بهذا الدور. فما حرمش المتعلم. وفعلا هذا الشاب او الشابه اللي انا بتكلم عليهم في العيله عندي فعلا ما بياخدوش دروس خصوصيه، ما خلوش بياخدوا دروس خصوصيه، ما بياخدوش حضرتك فهموا الحكايه، ثبتوا المعلومات. مش محتاجين ان حد يقول لهم، هم اكتسبوا المعلومات بنفسهم لانهم شاهدوها. الاساتذه الاكفاء اللي بيقدموا في البرامج التعليميه دي سمعوهم وشاهدوهم وعرفوا الاجابات بتاع اسئلته، وبعدين حصل نقاش مع المعلمين في الفصل. فده التعليم الجديد. في يوم بقى في الاسبوع زي ما قال الريس محتاجين اكتشاف الخبرات المبدعين والمبتكرين، في يوم للرياضه وللفن
وللموسيقى وللثقافة. اليوم ده كله open day، يوم مفتوح، وبيحضروا أولياء الأمور. ده من خلاله بنكتشف المبدعين في الأدب وفي الفن وفي الرياضة وفي العلم. فده نبتدي من نكتشفهم، دي مرحلة، وبعدين نقدم لهم الرعاية اللازمة، دي مرحلة تانية. فما نفقدهمش، يبقوا موجودين معانا، لأن دول مصابيح المستقبل، ودول اللي هم هيصنعوا الكتلة الحرجة، بتصنع التغير وبتصنع التجديد والتطور في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. دكتور، هنتقل لما جاء في هذا اللقاء أيضا، وده أعتقد واحد من أهم ما يشغل المجتمع في جمهورية مصر العربية، وهو موضوع الثانوية العامة. تمام، كويس كده. كما وجه الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد، والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات. ممكن تفهمني الجملة دي بعد إذنك؟ كان في أربع مراكز في القاهرة وفي أسيوط وفي اسكندرية وفي وجه بحري. لا، ده احنا مش عاوزين أربع مراكز للتصحيح، احنا عاوزين كل محافظة فيها مركز للتصحيح وتقويم الامتحانات والخروج بالنتائج بالكمبيوترية، لأن امتحان بابل شيت بيتصحح انترنتي وبيتصحح بسرعة بدقة وبكفاءة عالية. بالإضافة إلى أن هذا العام الدكتور رضا حجازي قال أن احنا هنستجيب لرغبات الناس وهنعمل 30% لامتحانات المقال في الثانوية العامة، و70% لامتحان الموضوعي اللي هو اختيار متعدد في البابل شيت. طيب، الاختيار المجال اللي هو الامتحان المقالي ده محتاج لقوانين وضوابط، بحيث ان اما انت تصحح المقال وانا صححه اطلع بنفس النتيجة، ما يبقاش في اختلاف. يبقى بنوزع الدرجات على مجموعة من المهارات لابد ان تتوافر في هذا، يعني الافكار، الاخطاء اللغويه، الاسلوب، كثلاث عناصر مهمه في التعبير والكومبوزيشن والكومبوزيشن اللي هو انتاج اللغه اللي اولياء الامور عاوزينها. طبعا دي هتاخد وقت وتاخد جهد، ولذلك هو وضع الوزير الجديد وضع المعايير والضوابط التي تحقق الثبات في نتائج الامتحانات بالنسبة للتصحيح، عشان ما يبقاش فيه تأثير للعوامل الذاتية في الامتحان المقال. ولذلك أصبح في أربع مراكز بقى، ده في 27 مركز، كل محافظة فيها مركز، مركز للتصحيح ومركز للكمبيوتر ومركز لرصد الدرجات. فالعملية ليه بقى؟ عشان أولياء الأمور إذا شكوا في حاجة بيتواصلوا داخل المحافظة، ما يسافروش القاهرة أو اسكندرية أو أسيوط، لا، ياخدوا في داخل المحافظة بتاعته. ده تيسير من جهة ودقة من جهة، وتوزيع الديمقراطية بتتطلب اللي هو الشراكة المجتمعية، وبتتطلب اللي هو المسؤولية بتبقى متوزعة، نوزع المسؤوليات، ما يبقاش الوزير هو المسؤول أو كل وزارة مسؤول أو مركز واحد مسؤول، لا، 27 مركز. ودي فكر جديد للسيد الرئيس أكد فيه إن كل محافظة لها دور وكل إنسان له دور، وإن المشاركة في كل شيء هو الأساس، المشاركة المجتمعية هي الأساس في صناعة التعليم الجيد. دكتور، أكيد 100% إحنا واحدة واحدة بنطور التعليم، واحدة واحدة. أولياء الأمور ال 22 مليون طالب وطالبة هيتعلموا، يعني هيستوعبوا التعليم ده واحدة واحدة. تمام. أكيد مش هندوس على زرار ونقلب كل حاجة مرة واحدة ونستوعب كل حاجة مرة. طب يا حضرتك نمشي مع بعض، احنا بدأنا كي جي 1 وكي جي 2 ما أيام الدكتور طارق شوقي. أيوة. ربنا يبارك في عمله وإنتاجه. تمام. وبعدين أولى وثانية وثالثة ابتدائي بدأنا في التطوير، دخلنا رابعة السنة اللي فاتت، والسنة دي خمسة، وبعدين ستة لغاية تالتة ثانوي، هتمشي سنة سنة. إذا احنا بنكمل اللي عمله المسيرة اللي عملها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق لهذا التطور. حضرتك ده نظام، لأن نظام دولة، إنها استراتيجية مش كاملة، مش نظام وزير ولا رؤية وزارة، لا رؤية وزير ولا وزارة، ده رؤية دولة
فكر دولة، فكر قيادة سياسية. أنا بقرأ أنا وأنت ننفذه. أنا آسف أنا أقطع كلامك، أنا بس بحط خطين حمر على الجملة دي. نحن نستكمل مسيرة التطوير، مسيرة التطوير المتنامية. المتنامية. بعض الناس بعد إذن حضرتك بيتكلم في وسائل الإعلام أو في برة مصر أو داخل مصر حتى، يقول لك يعني دي رؤية الوزير. لا، لا دي مش رؤية وزير. لا, لا. لا دي رؤية استراتيجية كاملة للدولة، مؤسسة اللي هو الرؤية السياسية للدولة، رؤية الرئيس السيسي في بناء هذا الإنسان. أما يبتدي يدفع 2 مليار و218 مليون دولار في بداية التعليم، أما يبقى في نقلة الغاء للكتاب المدرسي في المرحلة الثانوية، وفي التابلت أولى وثانية ثانوي، أما في بابل شيت، وفي امتحان معياري في الثانوية العامة بيقيس المهارات والقدرات ونواتج التعلم، ما بيقيس الحفظ والاستظهار، أما تجد إن نتيجة الثانوية العامة انخفض مجاميع الطلاب 10% عن ذي قبل، لأن زمان كان تفوق وهمي ناخد 100%، كان زمان تفوق وهمي ناخد 100%، دلوقتي الدرجات بتعبر عن القدرات، الدرجات بتعبر عن القدرات، اللي بياخد درجة بيمتلك القدرة اللي تكافئ الدرجة دي، فبيخش الجامعة. أنا سعيد جدا إن تاني دفعة أعدها الدكتور طارق شوقي تدخل الجامعة وهي بتمتلك المهارات والقدرات، دفعة العام الماضي ودفعة هذا العام، دول مش هيسقطوا، لا يسقطوا طب ولا صيدلة ولا هندسة، دول هيتفاعلوا مع الجامعات الأهلية بزخمها وبرؤاها العالمية، دول اللي هم بيتعاملوا مع العصر الرقمي، دول اللي هم هيشكلوا الكتلة الحرجة في صناعة التعليم في مصر إن شاء الله. حضرتك من ضمن برضو يعني ما جاء في هذا اللقاء مهم جدا، أستاذ وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، المحاور الرئيسية لعملية التعليم والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، تكلم عن نظام التعليم المطور، المعلمين والتعليم الفني وبناء المناهج للمرحلة التعليمية المختلفة، مشروع مدارس مصر المتميزة، مدارس النيل ومدارس اليابانية، مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة قواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية. خلينا نتناقش في آخر أو نوضح أكثر للسادة المشاهدين آخر نقطة، مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة قواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحان المركزية. هو دلوقتي بنك المعرفة ده أكبر مكتبة إلكترونية موجودة في الشرق الأوسط. هذا البنك فيه فيديوهات، فيه معلومات، فيه أنشطة، فيه صور، فيه مؤثرات صوتية، فيه تعليم للمتعة. وزارة الاتصالات استطاعت إن هي توفر سرعة في الإنترنت، توفر تغطي الجمهورية كلها، تغطي المدارس كلها، بدليل ان الامتحانات الثانوية العامة بتؤدى عن طريق الانترنت، عن طريق البابل شيت، وبيتم تصحيحها والطالب يعمل سند واللي يتم التصحيح بدقة، يعني في مصر بتعمل ليس كجزر منعزلة، ولكن بتعمل معا نحن قادرون. وزارة الصحة مع وزارة التعليم مع وزارة الاتصالات مع وزارة الداخلية بيتم تأمين كل هذه الأمور مع القوات المسلحة في تأمين الامتحانات وتوصيلها عبر الانترنت والكلام ده، كل دي منظومة بتعمل لخدمة الإنسان المصري ولصناعة إنسان مصري جديد. احنا بنعلم مش تعليم ورقي، مش كتاب مدرسي، مش رأي واحد وفكر واحد، احنا بنعلم عن طريق منصة حصص مصر، عن طريق مدرسة سلطان 1 و2 و3، عن طريق بنك المعرفة، عن طريق التابلت اللي عوضا عن الكتاب المدرسي والكتب الخارجية التي تبرمج الأطفال المتعلمين اللي هي بتصنع إنسان آلي مبرمج. انتهى مثلث التخلف، الدروس الخصوصية والمعلم الخصوصي والسناتر والكتب الخارجية دي كلها بتبرمج المتعلمين
وبتحشي اذانهم بالمعلومات انتهت. ليه؟ لان الامتحان ما بيقيس الحفظ والاستظهار، بيقيس التفكير، والتفكير معناه استقلاليه المتعلم، معناه المتعلم بيستخدم قدرته على التفسير والتعليل وابداء الراي والحوار واحترام ثقافات الشعوب وقبول الاخر والتلخيص والتعليق. كل دي المهارات اللي موجوده في الامتحان، امتحان الثانويه العامه بقاله عامين، امتحان معياري على مستوى العالم بنفس المقاييس دي، بناخد الاسئله من بنوك الاسئله وبنحطها في الامتحان وبتقيس كل هذه المهارات والقدرات. نموذج واحد واثنين وثلاثه واربعه لا في غش، انتهى الغش وانتهى تسليم الامتحانات وانتهى كل هذه السلبيات، انتهى تماما كل السلبيات اللي كانت موجوده قبل ما يجي الدكتور طارق شوقي بتوجيهات وبإيعاز من السيد رئيس الجمهورية بالقضاء على هذه السلبيات. وأصبح التعليم الآن تعليم معياري، تعليم ناجح، تعليم ناجح، تعليم ذكي. ذكي يعني إيه؟ يعني قائم على التكنولوجيا المتقدمة، يعني قائم إن الطالب هو اللي بيجمع المعلومات وهو اللي بيصنفها وهو اللي بيبدي رأيه فيها وهو اللي بينقدها وهو اللي يفسرها وهو اللي يعللها، ما بياخدش كلام يحفظه. انتهى عصر الحفظ والاستظهار، نحن في عصر صناعة الإنسان، الإنسان المفكر، الإنسان المبدع، الإنسان القادر على التواصل الناجح وعلى المشاركة المجتمعية الناجحة. يا رب هذه الرسالة من حضرتك وكلام حضرتك يوصل أكتر وأكتر للسادة وأولياء الأمور، لأنه برضو السنة اللي فاتت حضرتك والسنة دي 2022 برضو كنا شايفين في الامتحانات أو بعض برضو للأسف الشديد الأماكن الخاصة بإعطاء الدروس الخصوصية للأسف الشديد. بس ياما اتكلم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، ياما اتكلم ووضح أنه مفيش فايدة من هذه الدروس الخصوصية، لأنك أنت مش هتدي الطالب اللي جاي لك في الدروس الخصوصية حاجة إلا لو هو فاهم. لو أنت فاهم المنهج اللي بيتدرس في المدرسة انت مش محتاج هذا الدروس الخصوصية، لانه مش هيجي لك السؤال بما بالظبط زي ما بيديهولك في الدروس الخصوصية. انت واجابة السؤال بالدروس الخصوصية زي زمان، ننقل من الكتاب المدرسي لورقة الامتحان خلاص دلوقتي مفيش الكلام ده. من خارج الإجابة النموذجية، من خارج الكتاب المدرسي الإجابة النموذجية لأرقام الكيمياء في العالم، مفيش الكلام ده. مفيش النقل من الكتاب المدرسي الأسئلة. انا كنت بحط اسئله الثانويه العامه لعشرات السنين قبل عصر السيسي، عصر التنور وعصر الانفتاح وعصر النقله النوعيه للانسان ده، كنا بننقل من الكتاب المدرسي نحطه في ورقه الامتحان وهم بيحفظوا ويستظهروا وياخدوا الدرجات النهائيه ويرسبوا اعداد الطب واعداد الصيدله واعداد يعني الاوائل يسقطوا. دلوقتي خلاص ما فيش حد بيقفل الدرجه، الدرجات بتعبر عن القدرات الحقيقية. الطلبة بيخشوا الجامعة هم يمتلكوا المهارات والقدرات. التعليم الآن أصبح تعليم جديد لمجتمع جديد. كما عرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين، آليات قياس أدائهم، ضوابط انتقاء الكفاءة والتعيينات الجديدة، برنامج أنا المعلم الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم الاهتمام بالمعلم وتحفيز المتميزين منهم. أنا عايز يعني أقف عند برنامج أنا المعلم. برنامج أنا المعلم عاد للمعلم هبته وعاد للمعلم سلطانه، لأن معلم بيقوم بدوره، معلم اتدرب في أكاديمية المعلمين وفي كليات التربية، معلم بيمتلك المهارات والقدرات والتكنولوجيا المتقدمة، بيستطيع ان يتعامل مع المتعلمين وينجح في التعامل مع المتعلمين. اما نعمل مشروع المعلمين، اولا ان زي ما اتفقنا ان زي ما السيد الرئيس قال ان المعلم هو القادر على صناعة المستقبل، دول اللي واقفين على خطوط الانتاج البشري، دول القادرين على، دول اصحاب المغارم لا المغانم، هم دول اللي بيتحملوا التبعات. المعلمين الان الدروس المحسنة داخل المدارس، العائد بتاعها للمعلمين لرفع يعني أجر المعلمين تدريجيا، التدريب المهني موجود، 1000 معلم هيتدربوا تدريب راقي بحيث أن يصبحوا
قادة للتعليم يعني مديري المدرسة, باعتبار ان المدرسة مدير, المدرسة مدير, المدير الكفء يعني مدرسة كفء, المدير المتنور مدرسة متنورة, زي المدير اللي في المصنع كويس هو هيدير المصنع كويس, المدرسة مدير, المدير اللي هو في الفندق كويس هيدير الفندق بالزبط. كويس مدير الدولة كويس هيدير الدولة المعلم كويس. المعلم الأول عندنا عبد الفتاح السيسي, أما كل معلم عبد الفتاح السيسي بهذا الحب وهذا الزخم والإقبال على أبنائه وبناته, بيقول لك أنا عاوز بناتي وولادي يتنافسوا عالميا, بحطهم في إطار المنافسة العالمية, أنا عاوز أصنع إنسان جديد, حط لي التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية, علمهم باستخدام التقنيات الحديثة, علمهم بالفكر الجديد, انتهى عصر الرخصة وعصر الشهادة وعصر الحفظ والكتب الخارجية والمدرس الخصوصي, أصبح الآن المتعلم مستقل قادر على اتخاذ القرار, المتعلم هو اللي يمتلك المهارات والقدرات, المتعلم هو المسؤول عن نفسه ومسؤول عن تعلم ذاته. كان في جزء خاص في هذا اللقاء لعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطة الخاصة بتطوير الجامعات الفنية أو المعاهد الفنية, ودول حضرتك أعتقد يعني كل العالم يعرف كويس قوي إن هم دول رجال الصناعة في طبعا. كل المجالات, في مجال مجالات الصناعة, والدولة المصرية لن تكون لها هيبة إلا لما يكون في عندها صناعة وممكن بتصدر, تصنع وتصدر, فهم الأدوات الأساسية هو إنك أنت تخرج إنتاج تنتج صناعة يعني وتقدر تصدرها أو حتى تستخدمها في داخلية. فتطلع الرئيس على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني والهدف تحويل المناهج الدراسية به لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل, احتياجات سوق العمل اللي هو المصانع المختلفة في جميع المجالات, تبقى طالع يا الطالب ده طالع عنده الإمكانية ان هو يشتغل في هذه المصانع وينتج. هو ده بقى الفرق بين التعليم الفني زمان والتعليم الفني دلوقتي. التعليم الفني الآن في شراكة بين الدول الألمانية وبين إنجلترا وبين اليابان وبين الدول المتقدمة صناعيا, بيدربوا المعلمين, بيدونا مناهج, بيدونا الماشينز والتكنولوجيا المتقدمة. الطالب في التعليم الفني الآن بيمتلك المهارات والقدرات ولا يحفظ ولا يعرف مجموعة, المعرفة مش هي الأساس, الأساس السلوك والأداء. التعليم الفني الآن في 4 جامعات تكنولوجية, الجامعات التكنولوجية دي متاحة لخريج التعليم الفني, فأصبح عندهم شعودة بياخدوا تعليم جامعي اهو, بيخشوا الجامعة وبياخدوا في الجامعة بيتدربوا على الأداء في المصانع والأداء في الشركات والأداء العملي, بحيث ان الخريج اللي هو العامل الماهر, اللي احنا محتاجين عمال مهرة, محتاجين عمال مهرة لان دول مرتبطين بمسير التطوير التنمية البشرية 2030, ولذلك بنجد هؤلاء العمال المهرة تم تدريبهم الجانب الاكاديمي في الجامعات والمدارس والجانب التطبيقي في الورش وفي المصانع, فاكتسبوا داخل الورش والمصانع المهارات اللازمة للنجاح في الصناعة, يبقى منتجين, بقى انك تعمل اكتفاء ذاتي. سوق العمل المتغيره بتدينا مهارات جديده, بنشوف نفكر عالميا ونطبق محليا, ونجعل كل ما هو عالمي لخدمه كل ما هو مصري. يعني معنى ذلك ان المهارات والقدرات الموجوده في امتلكها خريج المدارس الثانويه الصناعيه وخريج الجامعات التكنولوجيه هي اللازمه لسوق العمل المتغيره, لان البرامج في هذه الكليات والمدارس هي ما يتطلبه سوق العمل, وهي ما 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 ما, ما, ما نحتاجه للخريج انه يمارس العمل بنجاح في الورش وفي المصانع وفي الشركات. اصبحت تكنولوجيا الزراعه, تكنولوجيا الصناعه, تكنولوجيا التجارة, التكنولوجيا والعصر الرقمي هو المسيطر على أداء هؤلاء الخريجين, أصبحوا ما أصبحوش
ابن البطه السوداء اصبحوا بيتميزوا عن طلاب الثانويه العامه بانهم بيمتلكوا المهارات والقدرات اللازمه لاداء العمل في سوق العمل. وعندهم ايضا فرص عمل اكثر واكثر لانك انت الدوله متجهه للتصنيع. تمام والزراعه تكنولوجيا الزراعه وتكنولوجيا التصنيع وتكنولوجيا السياحه وتكنولوجيا الفندقه كل وتكنولوجيا البحار كل انواع التكنولوجيا الصناعات الان اصبح الصانع الماهر والعامل الماهر هو اللي محتاجينه افضل من خريج كليه الهندسه اللي بيتعلم نظري واللي بيدخل مجموعه من المعلومات النظريه اصبح الان بيمتلك المهارات والقدرات اللازمه لسوق العمل المتغيره. احنا مقبلين على العصر الذهبي للتعليم الفني، احنا بنعيش نقله نوعيه في التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي. احنا كلنا لابد بقى محتاجين ايه؟ محتاجين دعم المجتمع المدني، محتاجين دعم الاعلام حتى نستطيع ان ننور ونزيل الوهم اللي كان موجود او اللاوعي اللي موجود، فنصبح قادرين على ان احنا نقدر هذا الجهد اللي بتبذله الدوله، نقدر هذا الاهتمام من رئيس الدوله للانسان المصري في مراحل تعليمه، وانه بيتقابل مع وزير التعليم ورئيس الوزراء قبل بدايه العام الدراسي ليطمئن على اولاده ان هم في امن وامان، ان هم كل حاجه ميسره، كل حاجه جاهزه ليهم، ان هم يقبلوا على عام دراسي جديد بيمتاز بالتكنولوجيا المتقدمه، بيمتاز بقيام المدرسه بدورها التعليمي، بيمتاز بمعلم جديد قادر على صناعة المستقبل، بيمتاز بتكنولوجيا متوفرة في المجتمع. بندعو رجال الأعمال ان هم يشاركوا في بناء هذه المؤسسات التعليمية. تمام. لأن التعليم قضية مجتمع وليست قضية وزير أو وزارة. دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج والتربية في عين شمس، نورتنا وشرفتنا فندم، وآسف ان انا طولت معاك شوية. لا ده احنا سعداء، بس احنا محتاجين زي ما انت بتقول الرسالة تصل من خلال الإعلام للمواطنين المصريين. شكرا لحضرتك يا فندم. ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة، وبكرة نفتح صفحة جديدة مع بعض في مستقبل بلدنا جمهورية مصر العربية. تصبحوا على خير.